بما اننا بنتكلم على اسم النادي الاهلي، لان البعض امبارح كان يعني عصبي جدا. انا من النوع اللي دايما بحب اتواصل مع جمهور النادي الاهلي، لان في الاول وفي الاخر البرنامج ده معمول عشان يبقى لسان جمهور النادي الاهلي. وده امر مهم جدا بالنسبه لنا وحاجه كبيره جدا. فانا يعني كنت بتكلم مع ناس كتير امبارح قبل المباراه من الجماهير في احد التطبيقات يعني على السوشيال ميديا. فالناس كانت متعصبه شويه، احنا لازم نستغل الموقف ما نلعبش الماتش، احنا لازم نطلب تاجيل المباراه، احنا احنا احنا. فالواحد كان معترض شويه، لان اللي اتعودنا عليه داخل النادي الاهلي ايا كانت ايه الظروف احنا بنحب نلعب ونكسب بمجهودنا، نحب نلعب ونكسب بعرقنا، مش احنا ابدا ابدا اللي نستغل موقف زي ده عشان نكسب من غير ما نلعب. لا، احنا الاهلي احنا اسم كبير قوي في افريقيا، احنا الناس هي اللي خايفه مننا. الضغوط كلها اللي حصلت امبارح قبل المباراه دي للتاثير على النادي الاهلي، الشغب اللي حصل من الجماهير ده للتاثير على النادي الاهلي. لكن هم نسيوا شويه ان الاهلي يعني فريق بطل، الاهلي بيلعب في ملعب هو متمرس عليه وبيقدر يفوز كتير جدا من خلاله. فدي كانت امور مهمه. فانا عجبني قوي الحكمه اللي اشتغل بيها المسؤولين، مسؤولي النادي الاهلي بالامس اللي كانوا موجودين في ملعب رادس، سواء بتتكلم بقى في الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي ورئيس البعثه، بتتكلم في الاستاذ طارق قنديل كان موجود، الراجل وشه حلو علينا بصراحه، كل سفريه بيرجع بفوز مع النادي الاهلي، بتتكلم في الكابتن سعد عبد الحفيظ والتعامل مع الموقف. اتعاملت ازاي؟ قلت ايه؟ انا يا جماعه عايز تعهد منكم ان انا اضمن سلامه الفرقه بتاعتي، البعثه بتاعتي بالكامل والفريق. هتدوني تعهد انا ما عنديش مشكله خالص العب. لان انا لو ما لعبتش انت في الاخر، في الاول وفي الاخر انا بلعب في بطوله منوط بتنظيمها مين؟ الاتحاد الافريقي لكره القدم. انا لو اعترضت وعملت مشكله هبقى انا الخاسر. انا ممكن اشتكي، ممكن اقول يا جماعه الامور دي عطلتني، الامور دي اثرت عليا بشكل او باخر. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت مش الاهلي اللي يستغل مثل هذه الامور عشان يكسب من غير ما يلعب، لا احنا نحب قوي نلعب. امنونا امنونا واضمنوا لنا السلامه وسيبوا لنا احنا الملعب نقدر عليه. سيبوا لنا احنا الفنيات، سيبوا لنا احنا الكوره، احنا قادرين قوي ان احنا نكسب. وده فعلا اللي حصل. وهي دي السياسه اللي بيشتغل بيها النادي الاهلي. احنا نقدر نكسب في الملعب اي فريق ايا كانت ايه الظروف، عشان احنا فريق بطل، عندنا لعيبه رجاله، عندنا جهاز فني ممتاز. فده كان امر مهم جدا وكان تعامل في منتهى الحكمه والذكاء من قبل المسؤولين المتواجدين بالامس في استاد او ملعب رادس. والتعامل ده كمان كان بيتخلله تعامل نفسي اخر مع اللاعبين. وانا هقول لكم بعض الكواليس البسيطه بخصوص ما حدث فيما قبل مباراه الاهلي والترجي بالامس. رقم واحد، المعلومه اللي ممكن ناس كتير جدا ما تكونش تعرفها، ان فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي خد شنطته وطاقم الحكام وخرج بره الاستاد بالكامل. يعني الراجل لما شاف الاجواء كده قال انا مش هلعب في الكلام ده، الكلام ده مش نافع، خد شنطته وراح للعربيه المخصصه ليه في الباركينج اللي حوالين ملعب رادس. خد بعضه وخد الحكام وخد الشنط بتاعته وراح فعلا العربيه. ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ضغط كبير جدا من مسؤولي الكاف اللي كانوا متواجدين على فيكتور جوميز وضمنوا له ان هيحاولوا ان هم يقللوا عدد الجماهير. في الغالب العدد ما قلش، لان كان في الكاميرا كانت جايبه المباراه مش جايبه مقصوره مثلا، مش جايبه درجات الدرجه الاولى، بتبقى مكدسه تماما بالجماهير ناحيه اليمين او يمين الشاشه. كان في جماهير كتير جدا برضو من الكاميرا ما كانتش جايباها، او الاخراج التونسي ما كانش جايبها. لكن في كل الاحوال الاهلي كسب الترجي قبل كده كتير في رادس بعدد اكبر كمان من الجمهور يعني. فالتعامل النفسي كمان بخصوص الموقف ده كان ممتاز جدا جدا جدا. رجع فيكتور جوميز، ولما تيقن الكابتن سعد عبد الحفيظ ان المباراه هتتلعب خلاص بعد ساعه من توقيتها، يعني الساعه 7 بدل الساعه 6، دخل لعيبه النادي الاهلي في الاوضه وقال لهم يا جماعه كلمتين، اللي مش قادر يلعب يقول ومش هيقل من نظري، اللي الاجواء دي اثرت عليه يقول، هنبقى رجاله ننزل نكسب ولا لا. اللعيبه كلها طبعا كان عندها اصرار كبير جدا وقالوا احنا عايزين ننزل وهنلعب وهنكسب. وده فعلا اللي حصل. ليه؟ لان هم بيتحلوا بشخصيه النادي الاهلي المناسبه اللي تساعدهم في تحقيق انتصارات غاليه زي دي. هو فعلا انتصار غالي، لكن هو مش حاسم في نفس الوقت، لان لسه المباراه ما خلصتش، في مباراه تانية في القاهره ان شاء الله يوم السبت الجاي الاهلي